في الرياضة وتحديدا في كرة السلة، انتهت أكبر مواجهة لفصل الخريف لصالح بطل كأس أوكرانيا نادي دنيبرو على بطل الموسم الأخير من الدوري الممتاز نادي بوديفيلنيك في المواجهة التي جمعتهما في قصر الرياضة بالعاصمة كييف. رغم تساوي الفريقين بالنقاط في بداية المباراة، إلا أن الفريق الضيف أبدى تفوقه في الربع الثاني بتسجيل نقاط متتالية عن طريق الرباعي ميشولا، سيزوف، زغراب وغلوب، وأنهى دنيبرو هذا الربع بفارق 10 نقاط بفضل جهود الثنائي الأمريكي فيلز ودوغات. استطاع بوديفيلنيك تقليص الفارق إلى 3 نقاط في الربع الثالث، لكن فريق دنيبرو ضرب بقوة في نهاية المواجهة وفاز بالمباراة بنتيجة 86-77. الآن يعتبر دنيبرو وبوديفيلنيك أفضل الأبطال وأكثرهم جدارة. الجميع انتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. المنافسة كانت حماسية، استمرت كذلك حتى اللحظات الأخيرة، ووصل الفارق بين الفريقين إلى 20 نقطة، لكن بوديفيلنيك استطاع أن يعيدها إلى 2. كانت فعلا مباراة حاسمة.